كبير عظام راسه وهذه فيها لها من عظام واش كاين شي حد بعد بهالك صورني التاسي ولا ما كاين شي حد بعدك بهالك يا سي مصطفى هاني اييه فين شير خال اليوم غير موجود ياك صافي عامل لي قلتي الخير موجود صافي راه لقاك لي واه ها من كاين من الخير معلم صافي مصطفى ملي قال لك الخير موجود صافي راه لقاك كاين لي رجع للحمل بلاصتو ياك دور لنا ناخذ فيها 50 درهم ان شاء الله كيفاش كيفاش رجع لبلاصتو فين ما رجع صراحة وحشنا يرجع لبلاصتو الحملة ما زاد ما يرجع وايلي ولك الزرة ما شوف صالح وياك ودابا راه مالين العلف ديال هادي ودابا فين قلب كارك مصطفى راه ما شوف صالح وياك غلا الله ما يتفرقوا عليه واخا ما عندها شنو خيمة كاملة مشات برا لا عيال دار الزهرة شكون باغي 14 شكون بيعلفهم شكون إذا هنا خاص يدخلوا الشركات خاص يدخلوا الشركات يعلموا واش يقابلونا يقابلوا لا عبر ثم ما بغاوش يخليهم يتصرفوا واحد الفكرة زوينة مصطفى عندي واحد الفكرة زوينة علاش تصحاب برا صحاب الجالية يديروا شركات ديال هادشي ديال التربية ديال العجول ويديو الناس يخدموهم الناس تاع الجالية علاش ما يديروش بحال هذا المشروع هذا ها؟ ما المشروع ما مزيانش؟ داخل معاهم هما قدام ياك؟ داخل معاهم علاش من الجالية؟ علاش هاد الناس اللي في المغرب اللي كيهربوا الفلوس؟ علاش ما يديروش مشاريع أخرى يخليو الفلوس في البلاد؟ شوية العظام وهذه فيها لها من عظام واش كاين شي حد بعدك بهالك؟ صورني التاسي قول لي واش كاين شي حد بعدك بهالك؟ شحال دير بعد هاد الخيلة مصطفى؟ ديرو خويا 100 100 درهم 100 درهم صافي ملايين و 20 تيبان ليا بحال تفيكسات هاد 100 درهم انا تنقول غنمشي شي نهار غنصيبو نقص والله صايب هادشي اللي غنقولو شنو صايب على واحد الصدقه سميده برا عاد ما هذاش فين انا معاود معاود غادي بحال نيت لا لا غادي بحال نيت ما فيها عندي شي لعده في مول حمص شير شي لعده مول حمص بالنسبه للاخوه الحمراء كما سمعتوا 100 درهم باش تبيع مصطفى 100 درهم سي عبد عمر مازال ها عارف غير خلي مكبل هذا صافي لا خلينا صدقه ولكن هذا بصح هذا من العلامات الصح خصهم يمشيو معاك باش لا يفرقوا لا يحكوا لي يقول لي شوف يقول لي جمعوا ثم اللي ما عندهمش بالمليح ديالو اه صحيبك جا قد قد هاني ها هو هذيك شم العودات هذا المعازيم ياك كي داير الرحبه مصطفى الرحبه ديال البرا ديال اليوم وانو هذاك الشيء اللي كيكون هذه المدرسه قليله شويه
ما قال الفقيه بن صالح وسوق السبت دابا وتاد لالي شويه ما قال داكشي كان يا والله صايب انا وليدي تسالي راك ما عمرك مستقر عليهم مليح الاخوان وبالنسبه للثمن راه 110 سنان الحليب منين هاد الخير سعيد هادشي عادي ولادي ها 32 ثنية كما قلت لك راه الأبطال اللي باقيين دابحين الماعز والغنم ياك مالين هاكوني شدوا ريزيطا اليوم راه جايب لي مليح ثاني ساعه الله يسر اخويا راه المليح راه طايح ب 2400 شحال البيع سعيد؟ 2200 110 درهم بالنسبة للماس مليح تبارك الله أنا غنجي عند الليل هذا قنعنا في هاد الأيام آمين عمر ربي قنعنا وثبتنا بالنسبة للدويولة ماشي غادي هذا الشيء اللي كاين الدويولة سعيد شحال دايرة؟ درهم ولا جا شي دريبل شحال العقافيه ما خاصش سعيد راه مرخص الدوارات ديال الماعز 100 درهم الاخوان عند سعيد قالك لا جا شي دريويش نصايبو معاه شوف شوف دابا ديك هاد وريني كلاوي وكامل الحجر هاد اللي الاخوان راه ديال العلوي اخوان داك الشيء اللهم بارك قردة 100 درهم الاخوان بالنسبة للشيء حلهم حل الشيء الاخوان 100 درهم حتى اللحم شوفوا 100 درهم الاخوان كيف الشيء مخلط كيف بردة كيف تقري السيرة ما حيدناش في الواحد التاجي عزيز علينا الله يرضي عليك قال دار معاك مزيان واش شي غير احنا شويه تنصبروا معاهم معليش شويه قلنا اليوم غنصيبوا الرخاء عمر شحال هذا ما جينا شهر هذا كاين الثمن ما جينا الشهر هذا قلنا راه غادي نصيبوا باش طايح
انا راه عاد نغبر على شي بلاصه تنقول غنجي نصيب الثمن باقي كاين يعني باقي غادي نفس الثمن والله يصايب والله الله يشوفك امين.